ينفذ بداية اللقاء دقائق العشر الأولى صقر في المرمى، وبالتالي الزوراء وعمر منصوري جول للزوراء، هدف للزوراء للنوارس الدقيقة 9، عمر منصوري يسجل أول أهداف المباراة، هدف للزوراء عن طريق عمر منصوري وفرحة جماهير النوار. وعلى يسار صقر عجيل حط الكرة منصوري، وبالتالي الدقيقة 9 أول أهداف المباراة وسادس أهداف في دورينا عمر، وبالتالي حكيم شاكر فرحة الكادر التدريبي وأبو حالو كذلك، وبالتالي أول أهداف المباراة وهدف مقابل لا شيء. الآن الثانية على حسين جواد، هيثم هو مهند وخطيرة، جول ثاني عمر منصور، منصوري والزوراء بانتصاراته بمبارياته بحالاته وبأيامه الجميلة بالأداء المقنع والمميز، وبالتالي حالة انفراد وهدف ثاني شخصي لمنصوري، سابع أهدافه في دورينا منصوري في الدقيقة 42 يسجل، وفرحة أنصار الزوراء أنصار الزعيم، وبالتالي قبلة من منصوري، ولكن برافو، الله 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 على التمرير الرائع من مهند، مرر الكرة ومنصوري يضع الكرة على يسار حارس المرمى صقر عجيل، وبالتالي يظهر منصوري للمرة الثانية، الله على مرتجى بمرور ممتاز، وهدف تقليص الفارق باسم سعد لنفط الجنوب، وهدف تقليص الفارق في الدقيقة 53، ربما من المدافع سنشاهد الإعادة، ولكن برافو بعد ذلك الكرة من المدافع محمد رضا كان أو باسل، محمد رضا أو باسل ما كانت واضحة، وبالتالي على كل حال فريق نفط الجنوب